فقط شوفك الفوائد والأهمية اللي حكينا معاها عليها والامباكت على صغيراتنا على المدى القصير وإلى المدى البعيد. سوني effectivement نحن ساعات اليوم بتتخ باش ناخذ ديما نقتديو بمثال دونك اليوم ساعات كي تمشي في الصيف لشطوطنا تلقى انسان عادي معناها يقوم ياخذ ساشي ويبدا يلم فكل تدخل الفضلات اللي تنجم البلاستيك ايتترا اللي باش تلقاها في على الشاطئ نتاع البحر. قديش واحد فينا كي يخزر له؟ شكون ما يخزرش العبد كيف ما كيقول فيش يعمل هذا يا اخي باش فيش مطالب يا اخي مطالب باش تلم نتاع غيرك. ايفيكتيفمون اليوم لو كان ما نعزوش ثقافه اللي رانا الناس الكل مسؤولين على رواحنا ومسؤولين على غيرنا رانا ما نجموش نتعايشوا لتحقيق عيش سليم. هو العمل التطوعي من اجل عيش سليم هذا هو الشعار ايفيكتيفمون. دونك اليوم اذا كل واحد يتملص من مسؤوليته يتملص من مبادئ المواطنه اللي فيه وقبيله حكينا جوستمون على المداخله اللي قالت بناء مواطن معناها سليم ايفيكتيفمون اليوم باش نبنيو اذا كل واحد يتملص من مسؤوليته وما يحسش عنده انتماء للبلاصه اللي هو فيها وما يحاولش يبادر بمثل هذه الاعمال التطوعيه دونك كيفاش باش نجمو نتعايشوا مع بعضنا. دونك اليوم هو الامر اكثر من كونه اسلوب تربوي هو إيمان وعقيدة يزمك تأمن بها الحاجة هذيك ومعناها وتمارسها في سلوكيتك اليومية. اليوم وقت اللي انت تمشي في كرهبتك وتلوح أوساخ وفضلات من شباك كرهبتك هذيك شكون باش يلمها لك؟ قال شنو على خاطر فما عامل نظافة؟ راهو عامل النظافة صحيح هو يخدم على روحه ويربي عينه ويقوم بواجبه أما راهو كان كل واحد فينا يقوم بواجبه هو وينظف قدام باب داره وينظف بلاصته ما يلوحش الحاجات في الشارع اتسيتيرا هذوما راهو من ديننا راهو هذي اللي ساعات يستغرب منه الأمر اللي راهو فما حاجات ياسر مستوحات من ديننا مستوحات من العقيدة متاعنا مستوحات من مجتمع متاعنا. نحن مجتمع معناها معروف علينا التآزر والتلاحم اتسيتيرا دونك اليوم علاش في وقت من الاوقاف وقفت الحاجه هذيا وما تكمرتش بتدخل صغيراتنا. دونك اليوم بتدخل ساعات هما في الدار تلقى معناها زوز ولا ثلاثه اخوات يبدا واحد امن بالعمل التطوعي والاخرين لا علاش؟ على خاطر تلقى هذاك كنا نعملوا عليه هو مسؤول وتعطيه الحريه او تعطيه مسافه من الحريه باش ينجم هو يمارس حاجات معينه بتدخل اخرين لا ولا عكسه بالعكس. دونك اليوم مهم جدا تتزرع تعاود ونتنفيق عاودوا نزرعوا مثل هذه المبادئ في صغيراتنا. بيان سور ديما الاولويه تبدا برواحها خاطر هو المثال الاعلى للصغير باش ينجم ايفيكتيفمون يمررها لصغيراته. فوالا خلينا نكملوا مع اخر الميكرو تروتوار اللي امل هنا زميلنا وسام القرقي في موضوعنا لليوم العمل التطوعي والاهميه والفوائد نتاعو على الفرد والمجتمع. ما ولدي حطوا في الكشافه باش يشوف ونوصي كل الاولياء انهم يحطوا صغارهم في الهلال الاحمر في الكشافه في النوادي في الجمعيات باش يتعلم لا نوسيون دو جروب يتعلم انه ينظف المحيط بتاعه انه يساعد الغير لانه هذايا باش يرسخ فيه مبادئ المواطنه مبادئ الحب مبادئ المساواه مبادئ الخير وعمل الخير. يعني هذو حاجات يلزم كل طفل يجربهم في حياته. احنا بكري كيف كنا صغار كنا في الشباب المدرسيه كل مره نعملوا نشاط ننظفوا الشارع يا نمشيوا نفرقوا المساعدات. يعني يلزم هالمبادئ هذه تعاود ترجع في الشبيبه باش الناس الكل تساهم وتولي مواطن سيتيزن يعني مواطن صالح في البلاد هذه. فلا تبارك الله يعني الاولياء الكل المتدخلين معنا في هذا الاطار سونيا واعيين بالمفهوم هذا ومنهم المتدخل الاخير الكشيفه اللي كنا تحدثنا عليها والقيم اللي تنجم خاصه تزرعها معناها الكشيفه من خلال معناها من اعمار معينه من اللي ديكو يبدا اشبال صغير فوالا الاشبال من عمر 6 سنوات اون برانسيب ينجم ينخرط في الكشيفه واذا بيان سور المعلومه مش صحيحه فما ان كان ينجموا يصلحوها لا أكيد. انا اللي نعرفه بتتخ صحيح بتتخ غلط نعرف اللي هو أبارتير من 6 سنوات ينجموا ينخرطوا الصغيرات في الكشافة. حاجة أخرى اللي أنا أفتخر بها برشا برشا اللي هو الكشافة القيروان هي من معناها وطنيا مصنفة من أحسن الكشافات معناها الأنظمة الكشفية اللي موجودة على الجمهورية التونسية. إفكتيفمون راهو الكشافة والهلال الأحمر ومثل هذه المنظمات اللي هي معناها موسومة بالتطوع والعمل التطوعي راهي
معناها ترسخ برشة سلوكيات وبرشة مبادئ وقيم عند الصغيرات، كيف ما صغار كيف ما شباب، وقديش نتعلم جستمان من الكشافة. للأمانة ما خذتش التجربة، ولكن يجيوني الصغيرات ساعات عندي يعني. عندي كلكوز انترفنسيون مع الكشافة للأمانة، دوك نشوف ال 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 ال, 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 ال معناها الصغيرات منخرطين في الكشافة أو غيرها، ديما تلقى تحس الصغير كونه شخصيته معناها تنمو أحسن بألف مرة من الصغير اللي ما ينخرطش في مثل هذه الأنشطة. ولا وهي معناها اكسيسيبل للناس الكل، يحقق التجربة ينجم يمشي ويعيشوها ويخوضوها. ومن نقول أنا الحقيقة من أنبل التجارب اللي تنجم تعيشهم فيك الصغير، بالحق يكون معول على نفسه 100%. وهنا يتحدثنا احنا حتى عملنا حصة كاملة على المسؤولية وكيفية تحميل المسؤولية، معناها كيفاش صغيرنا يكون متحمل للمسؤولية نتاعو. صنيع في ختام الحصة نتاعنا كيفاش نجمو نعطيو هكا نصائح للأولياء في هذا الإطار، واللي نجمو يعملوا الانتيغراسيون نتاع صغيراتهم، اللي يخليهم بصفة تطوعية هما اللي عندهم روح المبادرة. افكتيفمون ساعة أول حاجة نحن نعرفوا كنا الأولياء الهاجس نتاعنا كون الربي والصغير متوازن. دوك التوازن نتاعو راهو مش كان في القراية كها، دوك راهو فما برشا مهارات اللي ما نجمش يكتسبها في محيط المدرسه، يزمو يكتسبها خارج محيط المدرسه. دوك يمشي يقرا للتعلمات الاساسيه ايتترا، ذيك باهي ومزيان ولازم للصغير، لكن فما مهارات اخرى اللي هما تدخل في خانه الذكاءات المتعدده، تدخل في خانه الذكاء الاجتماعي. وما ادراك ما الذكاء الاجتماعي؟ مش بشرط يكون تلميذ متفوق دراسيا معناها متفوق زاد اجتماعي، لا دوك العكس هو اللي اصح. دوك يكون متفوق اجتماعيا ينجم يكون متفوق الدراسي. دوك اليوم مهم جدا كون صغيراتنا في خضم اللي نعيشوا فيه اليوم، اللي هو عصر السرعة، عصر التكنولوجيا الحديثة، الإدمان الإلكتروني واللي فيه صغيراتنا، طريقة العيش متاعنا اللي نحن ولينا نعيشوا بانفراد على على العائلات الأخرى. صغيراتنا ما عادش ينجموا يلعبوا بطريقة عفوية مع صغيرات أخرين. دوك تبدل حتى رؤيتنا للمجتمع أو رؤيتنا للأساليب التربوية. دوك اليوم يلزمهم صغيرات هذوما متنفس محيط اللي هو محيط إيجابي، اللي هو يعزز تنمية القدرات هذوما اللي نلقاهم في مثل هذه الأعمال، وخاصة منها التطوعي. يعطيك الصحة سوني جميل، الأخصائية والمعالجة النفسية على تدخلك معنا في موضوع هذا العمل التطوعي، الأهمية والفوائد متاعه. شفتوا ختمنا لكم ببعض النصائح الموجهة للأولياء كيفاش ينجموا يحطوا صغيراتهم في الإطار هذا. ونذكر لكم ديما القيمة الكبرى اللي تنجموا تضيفوها خاصة للواحكم من خلال الأعمال التطوعية، برشا قيم الحقيقة هي منها الرحمة والإنسانية، وخاصة العقل المنفتح على المجتمع ككل. نكونوا هكا حتى في تواصل دائم مع المجتمع متاعنا ومختلف التصرفات اللي يقوموا بها. ميرسي بوكو لليكيب كامله اللي كانت على ذمتكم لليوم. امنه بوخيت كانت معكم في الاخراج التقني، الحسن محمد سيف الدين بولعريس كوتي ديجيتال. شكرا سوسن وانس في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. زميلنا وسام القرقني اللي امن لكم الميكرو تروتوار. بعد شويه تجيكم